أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابن سعيد الهمداني الهمداني الكوفي البغدادي أطال ابن معين القول فيه فأنكره جدا. ضعف حديثه أبو حاتم الرازي، والنسائي قال ليس بثقة، والدارقطني قال ضعيف واشتد مطروح. قال حدث سعيد مجاهد بن سعيد نفسه في وثقة أبو زر من يكذب وهو وصل. عن عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية الكوفي عن ابن معين قال مخلط، قال ثقة لكنه يخلط، وأبو حاتم قال ليس بالحافظ. النسائي قال ليس به بأس، الحق أنه حسن الحديث. عن ربعي بن خراش عن ربعي بن خراش بن جحش الكوفي الأعور، نعم، أو ابن حراش، وهو من الثقات من المخضرمين، ثقة عابد. عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء عمر بن الخطاب وقال يا حذيفة أسماني لك رسول الله؟ قال لا، ولا أزكي أحدا بعدك. عمر كان بيبكي يقول يا حذيفة بالله عليك قل لي أسماني لك رسول الله ممن سمى؟ شوف، ولذلك الحسن البصري شوف ذكي، الحسن البصري ماذا قال؟ قال لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. ذلك شيخ ابن أبي سلم أبو وائل قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها وإليه النشور. نعم، هنا في قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن ينام، طبعا هو الحديث فيه كما قلنا عمر بن إسماعيل مطروق، فيه اللهم باسمك أموت وباسمك أحيا، والمعنى بذكر اسمك، لأن هنا ستدخل المسألة عقدية مهمة جدا أسألهم عليها لأن درستهم إياها، وهي هل الاسم هو المسمى أم لا؟ السؤال مطروح عليكم الآن، يدخل في هذا الباب عندما يقول اللهم باسمك أموت وأحيا. الآن هذه تدخل في هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى أم لا؟ هل الاسم هو المسمى أم لا؟ السؤال مطروح عليكم. السؤال مرة أخرى، هذه المسألة تطرح عقديا في باب هل الاسم هو المسمى أم لا؟ من الأبرار يقول الاسم هو المسمى، هذا يحتاج نظر من الأبرار وتفصيل ممتازة، لكن الإجابة تحتاج إلى نظر وتفصيل، وهذا خلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة، وخلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والضلالة. ثلاثي أتم الإجابة، قالوا الاسم هو المسمى والاسم ليس هو المسمى. إذا فسر يا سلفي، أمن الله عليك بإجابة كاملة، هم أجابوا إجابة صحيحة جزاهم الله خيرا، لكن إجابة تحتاج إلى إتمام، فإن أتممت الإجابة ففسرها، كيف الاسم والمسمى وكيف الاسم وليس المسمى. هذه المسألة الأولى، مسألة الاسم والمسمى أم لا. الآن أكمل إجابتك كما أتيت بها، الاسم ليس الاسم المسمى، ماشي، أين الإجابة؟ أكمل، لكن هذه المسمى. طيب هو شوفوا، الاسم ليس المسمى والاسم والمسمى إذا كان أريد به النفع والضر والعطاء والمنع، يبقى إذا الاسم هو المسمى هنا. لما يقول يا رزاق ارزقني، يعني هذه الذات المقدسة، الاسم هنا هو المسمى. وإذا أراد به ما هو علم على ذات الله فيكون الاسم غير المسمى. أما تقول الاسم الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، فيكون هنا الاسم غير المسمى. يكون هنا الاسم غير المسمى، علم على ذات الله المقدسة. وإن أراد به كما قلنا عالم على ذات الله فيكون اسمه غير المسمى. فهنا قال اللهم باسمك بذكر اسمك أحيا وباسمك أموت، بأن الله جعله الذي يحيي ويميت. فالله جل في علاه في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه الذي ذكر عن نفسه أنه يحيي ويميت في الآية، فالإحياء والإماتة يد الله جل في علاه،
قال باسمك اللهم أحيا وباسمك اللهم أموت، يعني بذكرك بذكر اسمك أحيا وأنت الذي تحيي وتميت. قال الله تعالى، وطبعا يرد على ذلك أنهم قالوا ليس هناك أحياء ولا إماتة، بل هو إيقاظ ونوم، قلنا النوم موت وهي الموت الصغرى. قال الله جل في علاه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. قال باسمك اللهم أموت وباسمك اللهم أحيا، والموت كما قلنا النوم موت، النوم موت هي الموت الصغرى. قال الله تعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فإني متوفيك ورافعك علي ومطهرك من الذين كفروا، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. نعم. ثم بعثكم في اليغض أجل مسمى إلى آخره. قال باسمك اللهم، أو قال اللهم باسمك أموت أموت وأحيا. وهذه أيضا فيها تذكير المرء لنفسه أن الله يميته وأن الله يحييه. فهذه لها من الحكم والفوائد، أولها أن يعتقد بأنه راجع إلى ربه جل في علاه، ويعتقد في البحث والنشور، وأن الله جل وعلا يقبضه وقت ما شاء حيث ما شاء، ويبعثه وقت ما شاء حيث ما شاء سبحانه جل في علاه، فيستعد ليوم الرحيل. والأمر الثاني أن يعلم بأن روحه بيد الله جل في علاه، فيودعها لربه جل في علاه، كما قال فاحفظها إن قبضتها فاحشرها مع الصالحين، أو قال وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ فيها عبادك الصالحين. ومنها من الحكم أن يعلم بأن الخير والشر له. نعم. قال باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد، ولذلك قال وإليه النشور، ذكر نفسه مرة ثانية بالبعث والنشور، ولأنه راجع إلى ربه جل في علاه، فالدنيا أقبلت أو تجهزت مدبرة، وإن الآخرة قد تجهزت مقبلة، ولكل بنون، تكون من أبناء الآخرة وتكون من أبناء الدنيا. وهذا ذكر يذكر المرء دائما بالبعث والنشور، حتى إذا أساء أن يحسن، وإذا تعدى أن يستغفر، وإذا أحسن أن يكمل الإحسان، وأن يخلص في القول والعمل، وأن يكون من الصديقين، وأن يستعمله الله لنصرة الدين. قال فإذا استيقظ حمد الله الحمد لله، وهذا الشق الأول من العبادة، وهو من أعظم الوأن العبادات، لأن الله حمد ومدح وأثنى خيرا على أنبيائه وأصفيائه وأوليائه في الكتاب بشكرهم لربهم جل في علاه، أن يقول الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد ما أماتها وإليه النشور، والإقرار بالبعث والنشور. زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. نعم. الفوائد المستنبطة، حسن التعبد بحسن التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات الأولى، قطع الأمل بكثرة ذكر الموت، لأن هناك من يتبع نفسه أمانيها هواها، وتمنى على الله الأماني هذا الضال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.